مقاولة جنيفا كتوفر حلول تقنية مبتكرة وموثوقة لأصحاب الشركات باش ينقصوا من النفقات ديالهم في مجال الطاقة، وكتعطيهم نصائح عملية باش يقلصوا من ثمن فواتير الكهرباء والاتصالات. جنيفا واحد ان بيرو ديتود، شركة متخصصة في الاستشارات، دونك اللي كتخلي اللي كتعطي للشركة الإمكانية أن تنقص من الفاكتور ديال الضوء الماء ولا الغاز أو لوتر دومين اللي هو تيليكوم، سا فو دير الموبيل، سا فو دير الفيكس، سا فو دير الانترنت تاهو بجو تاهو. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال أو الهدف من شركة جنيفا. هاد المقاولة تأسست سنة 2018، ومن داك الوقت قدر صاحب المقاولة يتعامل مع بزاف ديال الشركات والإدارات، وكيطمح يكبر المشروع ديالو مستقبلا باش يشمل حتى الخواص والعائلات في المنازل ديالهم. دونك أول حاجة كنبداو كنشوفو شنو لونتربريز شنو عندها، دونك كيفاش كتكون مثلا مثلا ملي كنهضرو على لينيرجي كنشوفو هاد لينيرجي، هاد الضو، هاد الماء، هاد الغاز، كيفاش لونتربريز كتكونسومي، كيفاش كاينه لا كونسوماسيون ديالو. من بعدها كنوليو نديرو واحد ليتيود كنقلبوا على فين يمكن نقصوا هاد ليكونومي، واش غنقصوها مثلا في كيماتيزاسيون، واش غنقصوها مثلا في ليكليراج، واش غنقصوها مثلا في لي سيركوي دو غاز. كاينين دي زونتربريز الحمد لله في المغرب اللي كاين دي تيرتيال اللي هما تاقوا فينا، دونك قدينا نقصوا لا فاكتور ديال الضو ديالهم واحد 20% في لا فاكتور. وكاينين اوتر بالنسبه للتيليكوم، كاين دي ادمنستراسيون بوبليك اللي هما اوسي تاقوا فينا، ونقدر نقصوا لهم لا فاكتور تيليكوم لواحد لي بورسونتاج ديال 35-35%. كوم فيوتور ايتاب، دونك حنا كنفكروا افيك ماوك بي ام، دونك بار ان ديبو دوسي بور ليفي دو فون، دونك افان دو فير دو شوز. لا بروميير رونتري ان بو دون لير دو لا مونديليزاسيون، فوار انسيري دي درون qui nous aidera à mieux cerner quelques autres activités. Donc ça d'une part. D'autre part, pour la clientèle marocaine, nous sensibiliser encore plus le grand public.